بونسوار. الأجواء المستقرة رح تكفي مسيطرة على لبنان والمنطقة بكرة وبالأيام اللي جاية. بكرة نهارنا صافي إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة يلي بتوصل بالليل لتسع درجات بالأرز و21 درجة ببيروت. اتجاه رياح شمالي غربي، الحرارة عم تسجل أقصاها على الساحل 30 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 20 و27، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 26 و31 درجة. الرطوبة بتنخفض عن الأيام اللي مرقت، الهواء خفيف لمتوسط السرعة، البحر هادي والجو مثل ما ذكرنا صافي. جولة من الجو بتخدنا فوق بعض المناطق وضع اللبنانية لنشوف كيف طقسها لنهار الخميس، ومنبلش جولتنا من منطقة مشتى حمود مع 27 درجة، 26 ببترام، تنورين 24 درجة، زغرين 26، 27 درجة بدير دوريت، وبيبتدين اللقش صيدا وصور 29 درجة. مثل ما عم تشوفوا الجو صافي بمختلف المناطق اللبنانية، المنصورة 30 درجة كمان بتعنايل، والختام بيكون ببريتيل وبالقع مع 31 درجة. لمحة سريعة عن طقسنا باليوم اللي جاي، بكرة الخميس مثل ما قلنا الجو صافي، الحرارة بتسجل أقصاها 30 درجة، بيتابع الطقس على هذا الحال لنهار الجمعة والسبت، مثل ما عم تشوفوا الأحد جو غائم جزئيا والحرارة بتستقر على 30 درجة. بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم وتفاصيل أكثر عن طقس الأيام الباقية من الأسبوع بنشرتنا الجاية.